وإلى الفقرة الجميلة، مقاطع الفيديو المتداولة خلال أسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حققت ترند. أول فيديو لدينا هو يظهر وزير الصحة السابق سعد جابر وهو يرقص الدحية أثناء فقرة للتوعية بسرطان الثدي. الفيديو القادم هو فيديو يظهر جسر أو كوبري باللهجة المصرية شاهق الارتفاع في مدينة القاهرة. هو عامل فوق البيت. ايه لهوي، ايه البومبي ده؟ حاجه رهيبه يا مش عاديه طبعا. ايه ده؟ يعني إيه اساسا ده المترو غالي، المترو عالي قوي. ايه ده؟ وهو عامل فوق البيت. ايه لهوي، ايه البومبي ده؟ طبعا الكوبري هذا او الجسر هو اخفض مما يبدو عليه بكثير، لكن زاوية التصوير اظهرته وكأنه جبل شاهق الارتفاع. وهنا يظهر بمقطع عرضي كيف هو. هو أمر طبيعي، جسر طبيعي مثل أي جسر في العالم، مثل جسور الأردن ربما. هو تظهر هذه التقنية في التصوير من خلال الدرون، كاميرا الدرون تظهره بزوايا 180 درجة. أما الفيديو هذا فهو لمعلمين في دولة المجر يطالبون بتحسين رواتبهم. هذه طبعا لم تكن فقط للمعلمين، ولكن احتجاجات شعبية أيضا تخللها احتجاجا على التضخم. بالمناسبة المجر هي دولة أوروبية وعاصمتها بوتابست. وأخيرا مع هذا المقطع الجميل لمسنة فلسطينية في مخيم الزرقاء ترسل رسالة للفلسطينيين، لنشاهد ونستمتع ونحن نستمع. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم عورك صيني لشتب الحبر، عورك صيني يا فلسطيني علي جرالك يا فلسطيني. هذا احنا في العراش يا سيدي، بكينا على الكاميرا فيش كهرباء، يتجوزوا يقعدوا 8 أيام وهم يغنوا، الاختيارات يذبحوا الذبايح، يطبخوا عصيدة ويفرقوا عشل البلد عصيدة، يوصلوا كل الناس العصر بعد ما يزفوا العريس يطلعوا العشاء، يحطوا عليه رز ويحطوا على العصيدة رز وهاللحم ويقدحوا له بهالشرج ويتعشوا، بعدين بعد ما يتعشوا يروحوا يزفوا العروس على الفرش 3 ساعات والعروس راكبة على الفرش، وهم يزفوا فيها للدار تتصل، هي لابسة الملكة والجب والشال و... فلسطين في زيها حبيبي فلسطين. ما بعد طريقه يما يا جسر، ما بعد طريقه وين الشفريكو يا نتنياهو وين الشفريكو. ما في أجمل من الحجات بالثوب الفلسطيني، وأنا متأكد أنه المفتول من تحت إيدينا الحجة في غاية اللذة. بالمناسبة في شوارع نابلس بحكولنا أهل نابلس أنه الآن صارت ترنيمة الحجة، الحجة الجميلة تتردد على ألسنة الناس وصارت نغمات للموبايلات هي وأنشودة على المكشوف تبعت عرين الأسود.